الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قال جل جلاله في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لقد اشترى الله جل وتبارك من المؤمنين المجاهدين أنفسهم بأن لهم الجنة، فكان وعده حقا عليهم، فأنعمهم بمراتب الصديقين والصالحين والشهداء، ففازت تجارتهم تلك وأوتوا أجرا عظيما. فافخروا يا عائلة فرحان ويا أولياء الدم العظماء بالبيع الذي بايع فيه أبناؤكم وذويكم في سبيل الله، ومرتبة الشرف الكبيرة التي اصطفى لهم عباده المخلصين. تهب علينا خلال هذه الأيام رياح ذكريات أليمة حلت على الشعب البحراني الأبي في واحدة من مفاصله المهمة في تاريخ الثورة المجيدة، ذكريات أليمة تمثلت بتكشير الكيان الخليفي الفاجر والاحتلال الصهيوني السعودي وحلفائه المارقين عن وجههم القبيح الحقيقي المتوارث من أجدادهم وقبيلتهم، لما واجهوا سلمي همه الأوحد رفض عيشة الذل والهوان، مختارا النهوض اقتلاع الشجرة الخليفية الملعونة التي غزت البلاد وصعدت فوق رقاب العباد لأكثر من 240 عام. فتجلى رأس الشهيد القائد أحمد فرحان كوردة مفطوخة، وتجلت روحه شاهدة وشهيدة على وحشية هذا النظام الخليفي الغاشم الذي أثبت بجدارة أنه لا يفهم لغة التصالح والحوار، وبأن قراره ليس بيده لما اقترفوه من القتل للنفس المحترمة واعتداء على المقدسات وسلب لثورات البلاد وهتك للأعراض وتعذيب الأحرار والحرائر وقطع الأرزاق وامتلاء السجون بالآلاف من الأسوار، وجرائم لا تحصى ولا تذكر بحق أبناء شعبنا الأبي مهما أحصاها المنطق. إننا من هذا المنبر نؤكد دائما وأبدا على مقارعة الاحتلال ممتد جذوره إلى الكيان الصهيوني المستكبر من أصل الشجرة الملعونة، ونؤكد على الهدف السامي والحق لشعبنا الصامت بإسقاط هذا النظام القبلي الفاسد. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام.
قلناها في إحياء إلى الأولى للشهيد فرحان، أن تلك اليد التي تلطخت بدماء الشهداء الأبرياء لا يمكن أن نصافحها، وتلك اليد السوداء التي أحرقت القرآن وهدمت المساجد لا بد أن نقطعها، ويد هتكت أعراض نسائنا من الواجب أن نسحقها. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبت لهم قدم صدق عندك يا كريم، صادر عن ثوار وأهالي بلدة بني جمرة قلب الثورة 18 مارس 2016 ميلادية.